قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته لمصر. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة شهدت مباحثات موسعة تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع نظيره التركي هاكان فيدان في إطار زيارته الحالية إلى تركيا. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا بعد جلسة المباحثات. هذا ويلتقي شكري خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتأتي الزيارة في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية. استشهد 7 مواطنين في غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن غالبية الشهداء من الأطفال والنساء استشهدوا في قصف استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب المدينة. وأشارت إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع نظرا لعدد الإصابات الناتجة عن القصف. هذا وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي غارات على منزل بالقرب من المقبرة الشرقية في حي السلام بمدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد فلسطينية وإصابة عدد آخر بجروح. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت جهود الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن الوزير أوستن بحث أيضا أحدث التطورات في قطاع غزة وإجراءات تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجدد التزام فرنسا ببذل كل ما في وسعها لتجنب التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا التزام بلاده ببذل كل ما في وسعها لتجنب التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. جاء ذلك خلال استقبال ماكرون في قصر الإليزيه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لبحث سبل تحقيق الاستقرار في البلاد. كما استقبل ماكرون القائد العام للجيش اللبناني العماد جوزيف عون. وأشار أيضا ماكرون إلى الالتزام الفرنسي ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم على مشروعات قوانين منفصلة تتعلق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل. وسيصوت النواب على أربعة مشروعات قوانين. ينص المشروع الأول على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 61 مليار دولار. كما ينص مشروع آخر على تخصيص أكثر من 26 مليار دولار لدعم إسرائيل ومليارات الدولارات لتايوان. كان البيت الأبيض قد قدم دعما حذرا لهذه المشروعات الجديدة الأسبوع الماضي قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها. وقع انفجار شديد بمدينة المسيب شمال محافظة بابل العراقية. وأفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر أمني محلي بأن الانفجار ناتج عن استهداف قاعدة كالسو في محافظة بابل بقصف مجهول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنه بعد الانفجار شوهد تحليق 13 طائرة أمريكية مسيرة متنوعة المهام بالأجواء العراقية تتجول بنطاق محافظة بغداد وبابل وكربلاء. من جهته نفى الجيش الأمريكي أنباء تفيد بأن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية في العراق.